يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن هؤلاء الملاحدة وعلماء الكلام يفسرون أن الملائكة والشياطين هواجس وأفكار، نعم، وأنه ليس هناك مخلوقات تسمى ملائكة ولا مخلوقات تسمى شياطين، نعم، وذكرتم حفظكم الله أن من المسلمين في هذا الزمن من يقول بهذا التفسير، فهل من قال بذلك يعتبر مسلما رغم أنه أنكر خلق الملائكة؟ إن كان متعمدا فليس بمسلم، وإما إن كان مقلدا أو ناقلا فهذا لا يعتبر مخطئا وضالا، لكن لا يكفر، يعذر بجهله وبعدم قصده. نعم، ولا هالكلام موجود المعنى في تفسير المنار كما ذكرت لكم، نقلا عن محمد عبده، نقلا عن الغزالي. نعم، لكننا نقول هؤلاء كفار لأنهم مقلدون وناقلون فقط، ما ابتدأوا هذا الشيء من عندهم. نعم.